فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل من قال قولا كفريا يؤمر بالاغتسال مع قول لا إله إلا الله؟ نعم. يقول السائل: هل من قال قولا كفريا قولا كفريا نعم يؤمر بالاغتسال مع قول لا إله إلا الله؟ اغتسال ما يؤمر بالاغتسال، ولكن أن يقول لا إله إلا الله لا شك، لا إله إلا الله كلمة عظيمة، طهارة من الشرك، ومن ما فيها إلا خير، زيادة خير. نعم.